هي رواية أراقي في حلم قديم. هي رواية بتدور زمنها في النصف الأول من القرن الماضي. الحتة دي يعني أنا عشان بحب التاريخ وبحب الروايات التاريخية، فأنا فضلت جدا أن أنا أكتب في الفترة دي. حبيت أن أنا أقرأ عنها وعن تفاصيلها وتفاصيل الناس ساعتها عشان أقدر أعكس ده جوه الرواية. بعد كده عندنا المكان هو قصر مراد أزاد اللي بتدور فيه 80% تقريبا من أحداث الرواية. مين هو مراد أزاد ده؟ بنعرف في الرواية أن هو كان باشا من الباشوات اللي كانوا عايشين أيام الملك فؤاد، وكان القصر بتاعه من أشهر القصور في مدن الصعيد. بس الفكرة أن القصر ده أنا بخلق فيه سر، السر ده خاص بفلسفة الحب اللي كانت بتجمع بين الباشا ومراته لغاية ما ماتت. السر ده مش بيعرفه غير بطل الرواية الحقيقي قاسم سليمان، وهو بيبقى كاتب عنده جزء كبير من الموهبة اللي يسمح له أنه هو يبقى مشهور، ولكن لسه ما عندوش الفرصة اللي تخليه مشهور. ولكن لما بيعرف السر ده حياته بتتغير بالكامل، وبيعيش جوه القصر لمدة عام. من بعدها فلسفته عن الحب هو شخصيا كشاب في مقتبل عمره بتتغير بشكل كبير جدا. طبعا طبعا مشروع الترجمة، فكرة ترجمة الكتب دي حاجة فارقة جدا، والشباب دلوقتي في حاجة للكتب اللي هي خاصة يعني كتب التنمية الذاتية اللي هي بتحطهم على أول الطريق. لأن دلوقتي أي شاب لما بيحاول يبدأ بيبقى عنده معوقات كتيرة جدا في حياته، سواء على المستوى الشخصي النفسي أو العملي، وطبعا برضو فكرة الدراسة وإن بيبقى الشخص مش عارف يبدأ منين. فده هنا بيجي دور الكتب المترجمة، وخاصة في جزء التنمية الذاتية، واللي أنا برضو يعني ترجمت في كتاب السنة دي اسمه ما تحتاجه لتكون سعيدا، وده كان من ضمن مجموعة كتب مهمة جدا عند دار داون في الترجمة. عندنا كتب اسمها استرد حياتك من الانترنت، عندنا كتب زي متعة عدم الكمال، عندنا كتب زي تذكرة نجاة للانطوائيين، عندنا كل الكتب اللي هي بتحط الشباب على أول الطريق وبتحاول ان هي تخلي عندهم متعة او فكرة الاستمتاع بالحياة في ظل الظروف طبعا الصعبة اللي بتحيط بيهم، خاصة في دراستهم وظروف شغلهم وكل التفاصيل دي. ده بالنسبة لترجمة الكتب. طبعا طبعا ترجمة الرواية برضو في روائيين عالميين قدرنا ان احنا نوصلهم للجمهور العربي بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص، والحقيقه ان الناس بقت على وعي كافي جدا بالاسماء دي، وبقى عندهم يعني الاسامي بقت بتطلب بالفعل، والناس عندها رغبه في ان هي تطلع على الاداب العالميه سواء الفرنساوي الاسباني الانجليزي. وبرضو في السنه دي بعض الروايات المهمه جدا اللي حابه ان انا اتكلم عنها، مثلا الروايه لي تشايلد من يستطيع قتل جاك ريتشر، وروايه طابق مخصص للقتل، كمان روايه المتجول، كل دي اداب عالميه طبعا الناس تستحق دلوقتي ان هي تطلع عليها. في ترجمات من الايطالي بقت متعارف عليها، في ترجمات من الفرنش طبعا ده يعني برضو من اللغات الاساسيه اللي الناس بتطلع على الروايات المترجمه من هذه اللغه. في طبعا لغات كتير الافريقيه في اهتمام كبير بيها، الناس دلوقتي بقى خلاص عندها الرغبه في ان هي تطلع على الادب العالميه بمختلف تصنيفاتها وموضوعاتها ولغتها وثقافة الكتاب نفسهم، وده بيعكس جزء كبير جدا من الوعي عند الناس وعند الناشرين نفسهم المهتمين بحاجة زي دي، وبتمنى ان ده يستمر ان شاء الله ويتسع اكتر. في كتاب اسمه تحكم في اصوات عقلك، والكتاب ده بيتكلم عن الاوفر ثينكينج، لان ده طبعا مشكلة العصر دلوقتي، كل الناس بيهددها افكارها او فكرة جلد الذات اللي بيمنعك ان انت تحققي حاجة في دماغك او اي هدف ان انت توصلي له، فكرة جلد الذات الصوت الداخلي بتاعك. في برده كتاب اسمه متعة عدم الكمال، وده من اهم الكتب اللي بيتسأل عليها حاليا، لانه بيناقش موضوع مهم جدا، وهي فكره ازاي ان انا ما يبقاش المثاليه بالنسبه لي هوس، وان انا يبقى عندي رضا بالنتائج اللي انا بوصل لها، وان انا يبقى عندي وعي فكره خطوه بخطوه. فدول من اهم الكتب اللي كنت حابه اتكلم عنها، وفي كمان كتب اكتر بتتكلم عن فكره الذكاء الاجتماعي زي كتاب فن الذكاء الاجتماعي وكتاب الكاريزما. كل دي كتب بتساعدك ان انت تتعاملي مع المحيط اللي حواليك، سواء المحيط ده ضيق في نطاق العمل او محيط اوسع في نطاق الناس والاصدقاء والعيله. فكرة الترجمة دايما محتاجة نشاط، محتاجة فكرة ان انا يبقى عندي مشروع متجدد كل سنة، متابعة للموضوعات العالمية اللي بتشغل الرأي العام بره وعندنا، فكرة دايما التدقيق فيما يخص السوق العربي، هو السوق العربي محتاج ايه، لان طبعا في بعض الحاجات بتبقى مناسبة لبلاد معينة مش مناسبة للبلد، فالحتة المقياس ده او التركيز فيما يناسب السوق العربي دي حاجة بتبقى مهمة جدا ان يهتم بيها الناشر، والحقيقة دي موجودة جدا يعني
في الفتره الحاليه. بيبقى في طبعا اهتمام بجوده الترجمه بشكل كبير، فكره الاهتمام بان الترجمه تكون مش بس صحيحه، لا الترجمه تكون حلوه وبسيطه وتخلي الشخص يقدر يكمل الكتاب لاخره من غير ما يكون في عائق في فهم الموضوع اللي بيتحدث عنه.